يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن ابن الجوزي رحمه الله يتشدد في الأحاديث، لا يتشدد في الحكم، ما هو في الأحاديث، يتشدد في الحكم على الحديث بالوضع، فقد يحكم على حديث أنه موضوع وهو ليس كذلك. يقول الشيخ هذا نادر، وإلا الغالب أنه ما ذكره صحيح. نعم. يقول فهل ما ذكره في كتابه بستان الواعظين ورياض السامعين يعتبر الحديث؟ هذه من كتب الوعظ، ما هي من كتب الموضوعات، هذه من كتب الوعظ، قد يذكر فيها أحاديث ضعيفة من باب التأثير فقط. نعم.